قاعدين في دارنا ولا في اشي، احنا وولاد وولاد ولاد وكنايني. اتصلوا علينا ساردوا علينا الجيران، اسمعي ايش في ايش في، اللي هم بيقولوا ناخلوا البيت، بدهم الجيش اتصل علينا بدنا نقصف البيت. طلعنا زي ما احنا، ولا عرفنا نطلع، ولا لمينا اولادنا بالعافيه وطلعنا وشردنا من الدار. رحنا عند الجيران شويه قلنا كذب صدق، ما صدقناش يعني، مش ما فيش إيش عشان يقصوا بيتنا، ما عدناش حاجه عشان يقصوا بيتنا. وانا قلت يعني انا ما صدقتش واستبعدت الامر بالمره انه يقصوا بيتنا. طلعنا له صحيح الكلام شويه، لهم دخلوا كل الحاره وقصفوا الدور زي ما انت شايف. ربنا يعوضنا خير يا رب، ربنا يحفظهم ويحميهم ويسدد خطاهم وينصرهم على مين يعديهم، ويجعل دارنا فدا كل الشباب وفدا كل الوطن وفدا القدس وفدا كل بني آدم بيقول لا إله إلا الله. وربنا يعوضنا عوض خير ويعوض كل الناس ويحفظ كل الشباب، ورب يسدد خطاهم ويحفظهم ويقويهم ويجعل كل طريق بمشوها آمن إلهم يا رب، ويحفظ كل الشباب. هاي اللي بقول، بس ربنا يحفظ كل الشباب. صار بلغنا جارنا دعوت علينا وقال لنا اليهود اتصل علينا تلفون وقالوا لنا بدنا نقصف الدار وخليهم يخلوا الدار. طبعا احنا لما سمعنا الكلام هذا، الكل ما انت عارف، الكل جفل والكل الاولاد صاروا يعيطوا والنسوان عيطوا، واخذنا الاولاد طلعنا بحالنا، لا معنا ايش ولا محتاج، كنا زي ما احنا. هم بدعوا الارهاب للفلسطينيين، لكن هم اللي رافضين مش الفلسطينيين، واحنا حنضلنا نقاوم ان شاء الله حتى تحرير القدس وارض فلسطين كلها ان شاء الله.